فيديو انتشر بشكل كبير في السعودية تظهر فيه فتاة تخرج من المدرسة من دون عباءة، ووفقا لما تم تداوله فإن مديرة مدرسة بمحافظة صبية صادرت عباءات طالبات بالمرحلتين المتوسطة والثانوية مع نهاية الدوام الرسمي، وأجبرتهن على الخروج من دونها بسبب أن عباءتهن على الكتف. تويتر تفاعل مستخدموه مع القصة بهاشتاج مديرة تخرج الطالبات بدون عباءة، وصل إلى الترند وطالب فيه مغردون بعقاب المديرة. لتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الرياض المتحدث باسم وزارة التعليم السعودية مبارك العصيمي. أهلا فيك معنا أستاذ مبارك، إذا توضح لنا إيش الخطوات اللي حتقوموا فيها بسبب هذا الفيديو. أهلا بك أستاذ سارة. طبعا الخطوات من الصباح اليوم حقيقة اللي تواصل الزملاء في تعليم صبية، وكان لديهم حقيقة اطلاع بالمقطع الفيديو، أصدروا بيان صحفي نشر الآن في وسائل الإعلام بالتحقق حقيقة من تفاصيل وملابسات وخلفية مثل هذا المقطع، و لا شك أنهم سيصلوا في الأخير إلى الحقيقة وسيحاسب من وقع في خطأ، سواء كانت قاعدة المدرسة أو كانت الطالبة نفسها أيضا، وننتقل إن شاء الله للبيان الحقيقي. نعم، بس في كل الأحوال أستاذ مبارك، يعني سواء حتى لو الطالبة أخطأت هل تستاهل العقوبة أو معقول أنه تكون العقوبة هذا النوع، أنه لا أشيل نخلي صادر العباية؟ نحن سادة سارة رأينا مقطع قصير يعني أمام باب المدرسة خارج المدرسة لطالبة واحدة مع حارس المدرسة. نعم. هناك أسئلة كثيرة حقيقة تحتاج إلى إجابة. يعني هل مديرة المدرسة فعلا طلبت منها أن تخرج بدون عباءة؟ متى استلمت العباءة؟ ما ملابسات استلام العباءة وعدم تسليمها للطالبة في نهاية الدوام؟ نعم، في أسئلة كثيرة حقيقة. طيب يعني هل في تعليمات أنه العباءة يجب تكون على الرأس وإلا هذه عباية مخالفة؟ أستاذ السارة، العباءة ترى بين باب المدرسة الخارجي وبين الباص والمنزل حتى تصل الطالبة إلى ولي أمرها، إذا كان من سيارة هذه مسؤولية المدرسة حتى تصل ولي أمرها، سواء في المنزل عن طريق الباص أو في سيارة حتى تركب معه. يعني فصل داخل المدرسة البنات يخلعن عباءاتهن ويضعنها في أماكن معينة، فدور العباءة داخل المدرسة هو تربوي، جانب تربوي. ينص التعليمات تنص على أن تكون محتشمة، الحشمة يجب أن تكون، وإذا ما رأت قائدة المدرسة أن هناك من يعني يتساهل في مثل هذه الأشياء سواء بشفافية اللباس أو بضيق اللباس أو بأي شيء آخر يخالف البعد التربوي المستهدف من هذا التعليم، فعليها أن تتدخل وأن تعالجه. يعني مديرة المدرسة أفهم منك ممكن تقول أنه لازم العباية تكون على الرأس، ما في قانون منكم؟ لا، قلت لك التعاميم تنص على أن تكون محتشمة فضفاضة واسعة. طب ما هي تفسير محتشمة يعني واسع كمان. صحيح، أنا معك. أنا أفهمي من كلامي أنه إذا كان اللباس الآخر اللي أعلى الكتف على رأس الطالبة يعني أيضا ساترا ومحتشما، فالأصل هو الحشمة، يعني الأصل هو الحشمة، يعني سواء الكتف على الرأس، والتعاميم تنص على نصت على الحشمة. نعم. على الحشمة على أساس أنه تعطي فعلا مرونة. وقلت لك أنا دور قائدة المدرسة من داخل الباب. نعم. من الباص إلى المدرسة، يعني نعم. داخل المدرسة البنات يخلعنا هذه العباءات أصلا. طيب إذن الآن في تحقيق في هذا الموضوع، نحن بنشكرك على مداخلتك معنا اليوم، كان معنا من الرياض المتحدث باسم وزارة التعليم السعودية مبارك العصيمي.